مع اقتراب عقد جلسة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، تتصاعد المطالبات الشعبية في الأنبار بضرورة تشكيل حكومة قوية تعمل على كشف ملفات الفساد ومحاربتها، والسعى الجاد للنهوض بواقع البلاد المرير، وتقديم الخدمات بمختلف المجالات المهمة، فضلا عن إطلاق التعيينات وإقرار الموازنة الاتحادية. هذه الجلسة تكون مصيرية، يعني سبقتها أحداث واللي نشوفه، يعني وضع العراق يعني بعد ما يتحمل أكثر من هذه الأمور، يعني من فترة العالم تترقب، ومثل ما تعرف شهد العراق يعني مظاهرات وتغيير حكومات، الكل يعني تترقب هاي الجلسة. طالب شخصيات كفوءة أكون يعني كفاء، يعني من تجي اليوم تلزمه وزارة مو هو غير اختصاص ويجيك نفس الحالة، وهم فقط وعود راح نسوي لكم، أنا هاي الأمور كلها ما تفيدنا. ويدعو مراقبون للشأن السياسي لاختيار شخصيات كفوءة تضع البلد على المسار الصحيح، وإبعاد هيمنة الأحزاب على كافة الوزارات، والمضي برسم خارطة سياسية جديدة بعد أن مضى عام من دون حكومة مكتملة الصلاحية. نحن كمراقبون نطالب رئيس الوزراء المكلف باختيار كابينة وزارية بحجم العراق وبثقل العراق، لأن العراق عانى من تراكمات ومن حكومات سابقة. عليه أن يختار الرجل المناسب في المكان المناسب للعبور في العراق من هذه الأزمات المتراكمة. وتتجه الأنظار نحو الحكومة الجديدة لحل الكثير من المشاكل والملفات التي لم تحسم حتى اللحظة، وإنهاء حالة الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد. قتادة عادل، قناة الرشيد، محافظة الأنبار.